ما إن أطل ظهر اليوم حتى خيم السواد على دولة الإمارات العربية المتحدة مع خبر رحيل رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد الهيان، لتضج مواقع التواصل حزناً عليها وليتفاعل معه النشطاء بشكل واسع، حيث تصدر اسمه الترند في تويتر. وفي التفاصيل، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم عن وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وكتبت عبر حسابها في تويتر قائلة: تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الهيان رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 من مايو. هذا وقد أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بمدة 40 يوما اعتبارا من اليوم. كذلك أعلنت وزارة شؤون الرئاسة تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم. على خليفة سلام للدار ستر وعمد. وعلى أثر ذلك انهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر النشطاء عن حزنهم بوفاته. ولعل من أبرز هذه التعليقات كانت من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الهيان، والذي غرد قائلا: إن الله وإنا إليه راجعون، فقدت الإمارات ابنها البار وقائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة. مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادرته في كل زاوية من زوايا الوطن. خليفة بن زايد أخي وعضيدي ومعلمي، رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه. ولتغرد الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي قائلة: اللهم ارحم الشيخ خليفة بن زايد الهيان وعافه واعف عنه، اللهم جازه بالأحسان إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا، اللهم اغسله بالماء والبرد والثلج ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا أرحم الراحمين. وليعبر رئيس طيار المستقبل سعد الحريري قائلا: نتقدم بأحر التعازي القلبية من الشيخ محمد بن زايد وأخوانه ومن الشعب الإماراتي الشقيق، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة برحمته ويسكنه فسيح الجنان، إن الله وإنا إليه راجعون. أما حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم فنعه قائلا: اللهم إنا نشهدك أن خليفة بن زايد قد أدى أمانته وخدم رعيته وأحب شعبه، اللهم إن شعبه قد رضي عنه فرض عنه، وتغمده بواسع رحمتك واسكنه فسيح جناتك، وألهمنا وألهم شعبه وأهله وأحبابه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.